ايه بقى السبونتينيوس بريكنج ده بيشتغل ازاي؟ الابر ليد بيجينز تو كلوز وذ نو لور ليد موفمنتس. اهو شوف انا بقول لك لسه قلت لك ايه، في البلينك اللور ليد ثابت في مكانه، تاج اللور ليد ما بيتحركش الا اذا بتحب تبص ايه لتحت، تمام؟ يبقى الابر ليد بيجينز تو كلوز ونو لور ليد ايه موفمنت. It is followed by zipper like movement from the lateral canthus towards the medial canthus. تمام؟ عامل زي السوس ده. هقول لكم حاجه لطيفه قوي. مين اللي اكتشف الحركات دي واتكلم فيها كويس قوي؟ الناس بتوع التوريك كونتاكت لينسز. الناس بتوع ايه؟ توريك كونتاكت لينسز. لما كنا زمان نلبس العينين كلهم سفيريكال لينسز، صح؟ اي عيان عايز كونتاكت لينس خد ايه؟ سفيريكال لينس، خد سفيريكال لينس، خد سفيريكال لينس. تمام؟ اللي عنده استجماتيزم عين نقول له لا ما ينفعكش. وبعدين شركه العدسات تقول لك لا ده احنا هنخسر. طب ما نجيب ايه نعمل عدسات تصلح الاستجماتيزم. قال لك طيب صلح يا سيدي الاستجماتيزم. عملوا كذا تكنيك، اول حاجه قطعوا حته من تحت ليد ترانكيتد لينس عشان تثبت على اللور ليد، برضه اللي هو سيئه يعني بيشتكي منها. وبعدين تخنوا الحته اللي تحت شويه عن اللي فوق، فباستمرار بالجرافيتي يفضل اللي تحت تحت واللي فوق ايه؟ فوق. وبعدين وجدوا ايه؟ ان العين بيجي يشتكي لنا كانت شكوى غريبه جدا. العين يقول لك ايه يا دكتور انا لما ببربش ازغلل شويه وبعدين تظبط تاني. اذا انت مش ضابط على طول. دي عمليه مزعجه خلي بالك. يعني انت متخيل يعني انت يعني لسه بنقول ايه؟ انت لسه كنت بتقولي ايه ده دي؟ ان العيان احنا بنبربش وحاسين ان الصوره ايه؟ ثابته وجميله وبنفس الوضوح ونفس الدرجه. لا ده عين يقول لك ايه؟ كل ما بربش الاقي الدنيا زغللت وبعدين ايه؟ ظبطت، زغللت وبعدين ظبط، زغللت وبعدين ظبط وهكذا. تمام؟ فابتدوا يفكروا ازاي يظبطوا دي. لقوا ان الليدز مش بتتحرك كده. تمام؟ امال بتتعرف انت عارف البتاع اللي هي بتاعت اللي بيعملوها في الافلام دي يقول لك جلاكيت البتاع اللي بيضربوا بيه هي بتقفل، لقوا الليدز بتقفل كده. دي كمان عارف اللي هو ايه؟ في المطار اللي يعني بتيجي تكنس مطرح السجاير والورق بتاع مش معاهم اللي هي المقشه اللي بتقفل دي كده، هو دي ليه؟ لان دي بتزق التيرز والميه في الاتجاه ده، خدت بالك؟ فهي واحد راح جه عمل حركه لطيفه جدا، فكره بسيطه خالص، راح جاي ايه جاب عيانين مش عيانين ناس طبيعيه خالص، يحط لهم نقط بالايه؟ بالفلوماستر على الليد مارجن فوق وتحت، وقال لهم اقعدوا راح حاطط لهم كاميرا ايه؟ فيديو يصور عينهم، اقفل عينك افتح عينك بربش ما تبربش بربش ما تبربش فتح وبتاع، وبقى ياخد الفيلم ده وراح ايه مبطئ يقدر يلعب بقى هو في ايه في السرعه، بطئ السرعه وصل للمعلومه دي اهي. شفت بقى احنا وجدوا ان جفننا مش بيقفل كده، خدت بالك؟ لا ده بيقفل كده زي السوسته كده في الاتجاه ده كده، زبد يعني، زبد يعني زي السوسته. هي السوسته بتتقفل فجاه ولا البتاع ده بيعدي يقفلها، خد بالك ازاي؟ فهي وجدوا ان الليدز بتاعتنا بتقفل كده، فابتدوا يحطوا التقالات في الكونتاكت لينز في اربع نقط. ليه؟ عشان والجفن نازل دي تروح متحركه عكسه، والجفن يطلع تروح راجعه في مكانها تاني. فالعيان ما بقاش حته البلينج حته البليرنج دي قلت قوي عندهم دلوقتي في الكونتاكت لينز بعد ما عرفوا الفاكت دي، مع انها فيسيولوجيكال فاكت. تمام؟ اي يعني بعد ما ركزوا قوي في الفسيولوجي في الحته دي عرفوا ازاي يظبطوا التوريك كونتاكت لينس، حطوا مراكز الثقه في اربع نقط، ما بقتش ايه تحت وفوق بس. يعني هم الاول كانوا متخيلين ايه الجاذبيه الارضيه ضد الجاذبيه الارضيه، يبقى اللي تحت تحت واللي فوق فوق. فالعيان لما بيقفل عينه كده بتروح العدسه ايه؟ روتين، على ما الاكس يرجع تاني في مكانه يكون عين لاحظ ان في بليرنج. فهمتوا؟ فراح عاملين بقى ايه اربع نقط للتقل ده بحيث ايه؟ والعين بتقفل كده دي بتروح رايحه عكسها. والعين بتفتح بتروح مريحه تاني في مكانها وهكذا. تمام؟ دي من الفاكت دي اللي انا بقول لك عليها اهي، ارجع بقى نقراها. بيقول لك ايه؟ It is followed by a zipper like movement from the lateral canthus towards the medial canthus. ودي اصلا ربنا سبحانه وتعالى كان عاملها لنا عشان موضوع ايه؟ تيرز. دي تساعد التيرز انه يتحرك من التمبرال لايه؟ للنيزر سايد. This helps the displacement of the tear film اهي. To the lacrimal punctum which are located on the medial side of the lid. يبقى احنا البلينكينج مش ايه؟ مش ابسايد داون، زيب لايك زيب لايك. تمام؟ بتقفل زي السوسته كده اهي. This is our blinking. تمام؟ عرفنا بقى الحركه دي مهمه ازاي؟ تمام اهي. شوف رسمه، شوف الكتب بقى كلها ابتدت تتكلم في الوضعيه دي، ان الجفن مش بيقفل كده اهي. شوف الحركه دي
شوف انا جايب لك كذا رسمه من كذا كتاب اهي، دي معنى كلمه زيب لايك اهي، زيب لايك ناحيه النيزل سايد. الكوزس بقى بتاعت السبونتينيوس بلينكينج، عايزين نفصل سبونتينيوس بلينكينج دي. بيقول لك ايه، it is possible that the afferent is from the proprioception in the levator muscle trigeminal nerve، تمام، بيعتقد في هذا، والافرنت الفيشن نيرف عشان يقفل دي، والسنتر في البيزال جانجليا. السنتر بيزال جانجليا ليه؟ عشان وجدوا الناس اللي عندها باركنسونيزم يبقى عندها ابسنت ايه؟ بلينكينج، عاملين زي بتوع الثيرويد. الباركنسونيان ما بيعملوش بلينكينج. تمام؟ فاعتقدوا ان هي موجوده في البيزال جانجليا. دي كلها سيوريز، خلي بالك، it is possible، بص مش قادر يقول لك it is possible، ما بيقولش فاكت، بيقول لك احتمال. ان الافرنت يكون البروبريسبشن اللي في الليفيتور ماسل، والافرنت فيشر نيرفوس سنتر يكون البيزال ايه؟ جانجليا، which discharge periodically تمام؟ in the facial nerve، وبالتالي blinking no blinking ايه؟ في الباركنسونيزم. اهي دي البيزال جانجليا لو انتوا فاكرينها، اللي هي الكوديت واللنتيفورم نيوكليس والجلوبوس باليتس دي والحته دي والبيوتامين، دي الحته بتاعت البيزال جانجليا. فبيعتقد ان البيزال جانجليا دي السنتر بتاع الريفلكس ده. اهي بيزل جانجليا، فاكرين اللي كان بيعدي فيها الانترنال كبسول؟ فاكرين الانترنال كان، احنا الانترنال كبسول ده مهم بالنسبه لنا، بيعدي فيه الراديشن بتاعتنا الاوبتيك راديشن، الناس اللي مذاكره اناتومي. بعد ما نطلع من اللاترال جينيكلود بودي بنلاقي نفسنا في اخر حته في الانترنال كبسول دي، تمام، ونطلع بعد كده يعمل المايرز لوب ونروح على الاوكسيبتال كورتكس. طيب عملوا بقى دراسه الكترو مايوجراف ستادز، تمام، ايه بقى اللي بيحصل في البلينكينج؟ بيقول لك اهو the first change to occur in blinking is relaxation of the levator. عشان كده اعتقدوا ان الريسبتورز موجوده في الليفيتور ماسل. The three main functions groups of the orbicularis oculi هتبتدي تشتغل معانا. خلي بالك احنا فاكرين، لو انتوا فاكرين الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل، كان في اوربيتال بارت وكان في بالبيبرال بارت، والبالبيبرال بارت كان حته قدام التارسس وحته قدام ايه؟ السبتم. فبقى في عندنا بري سبتال وبري تارسال، بريتارسل وبريسبتال، والاوربيتال بارت اللي هو الكبير اللي بيلف 360 درجه، وفي جزء ديب اللي هو الهورنرز ماسل، وفي جزء كمان على الليد مارج اللي اسمه الماسل اوف ايه؟ ريولاند. بص البريتارسل بارت ات هاز ا فيري شورت كونتراكشن تايم، سريعه جدا، دي بتشتغل في السبونتينيوس بلينكينج وفي الكورنيال ريفلكس بلينكينج، تمام. طيب الله اكبر العظيم، البريسبتال بارت سبونتينيوس بلينكينج والانسستيند اكتيفيتي بتاعتها، دي unsustained activity مش بتبقى شغاله على طول. الاوربيتال بارت دي بقى في sustained activity، يعني ايه؟ اللي هي shutting the eye، اللي هي لما تحب تقفل عينك كده عشان تنزل البراو وترفع التشيك وتجيب الجلد كده to protect your eye. يبقى خلي بالك اللي بيشتغل في ال spontaneous blinking مين؟ الجزء ده، الجزء ده اللي هو ايه؟ البالفيبرال بارت. الاوربيتال بارت لا، هو حد فينا طول ما قاعد قاعد بيحزق عمال يعمل كده عشان تقفل دي بتحزق، يعني تجيب دي كده وتجيب دي كده وتجيب دي كده، لازم تشدها جامد. اللي هي انت بتقول عن ايه؟ زي ما تقول عن ايه؟ زر على عينك، اقفل عينك جامد، يروح يقفل عينه كده موريلك دي. انما لو قلت له غمض زي ما تكون هتنام، يشغل لك مين؟ البري تارسل وبري سبتال بارت بس، تمام؟ ابلايد بقى، بص بيقول لك ايه؟ في حته كده كانوا بيسالوا فيها بيزك فيسيولوجي قوي الحقيقه، هي كلمه بيزك فيسيولوجي. بص بيقول لك ايه، the excitability of the nerve can be described by the weakest stimulus that elicits an action potential if applied for an infinite time. ال excitability بتاعت اي نيرف عباره عن ايه؟ اما اقول النيرف ده قد ايه هو حساس ال excitability بتاعته، قال لك ال weakest stimulus اللي ممكن تعمل فيه action potential لو applied في definite time، خلاص؟ دي بيسموها الريوبيز. بص هتلاقي كلمه في دماغك كده من الزمن الصحيح، من ايام سنه ثانيه في الكليه، في مصر النيرف في الكليه، فاكرها؟ مش خدتوا مصر النيرف زمان؟ الزمن الصحيح، صح؟ ما ذاكرناهاش، ها؟ الحاجات اللي اتكبت المصر النيرف. ما هي دي كانت في الفسيولوجي. ايوه بالظبط، دي هتلاقي الكلمه دي ابتدت تظهر لك، بتدور كده بس من بعيد، اسمها الريوبيز. كان في كلمه تبعها كرونكسي. اهو يا سلام، في ناس ابتدت تفتكر اهو، ما شاء الله اهو، شفتوا بقى انكم واخدينها قبل كده، تمام اهو، ما تزعلش يلا سيدي، اول كلمه جت اهي. كروناكسي بقى ايه؟ is defined as the time taken to elicit an action potential
if a current twice the rubies is a blood. يبقى عرفت يعني ايه كلمه روبيز؟ عرفت يا روبيز ولا ما عرفتهاش بقى؟ يبقى الروبيز دي الاكزيتابيلتي بتاعت النيرف. اقل كرنت لو مشيناه في نيرف سيرتن تايم يعمل اكشن بوتنشال. تمام؟ طب الكروناكس ايه؟ لو جبنا الدبل الروبيز، جبنا الدبل الروبيز في المصل، هي كروناكس از ديفايند از تايم تيكن تو اليسيت ان اكشن بوتنشال اف كرنت توايس ذا روبيز از ابلايد. لو جبنا كرنت اعلى من الروبيز مره كمان دبل الريبيز ابلايد ونشوف التايم تيكن عشان تعمل اكشن بوتنشال. كروناكسي بص بقى بياخدوها از ان اكزايتابيلتي اوف ا مسل، بيقيسوا بيها الاكزايتابيلتي بتاعت المسلز بقى. تمام؟ طيب بص بقى اهو السؤال بقى اللي جه، خدت بالك وانا شخصيا اتكعبلت فيه وانا ببص في الامتحانات اتكعبلت فيه. ذا بالبيبرال بورشن، خلي بالك بقى البالبيبرال بورشن اوف ذا اوربيكولاريس اوكيولاي مسل هاز اكروناكسي هاف ذات اوف ذا اوربيتال بورشن. معناها ايه؟ ها؟ معناها ايه؟ ان مين اسرع؟ مين اسرع في الجزئين بقى؟ البيبر بارت اسرع. صح؟ مش احنا قلنا الكروناكس دي التايم تيكن، خدت بالك؟ لو احنا في الحالتين يعني بالنسبه للعضلتين هنجيب لهم دبل الايه؟ دبل الريوبيز. دبل الريوبيز هنحط فيهم دبل الريوبيز ونشوف التايم تيكن عشان to elicit action potential. ماشي؟ وجدنا ان البالبيبرال بورشن هاف تايم ذا اوربيتال بورشن. تمام؟ شوف بقى جاب لنا حته في الرمض، في حته في الفيزيولوجي الصحيحه دي. بس اهو حبينا نعرفها كويس، لما نعرف الكلام ده بره الامتحان احسن ما نعرفه جوه الامتحان. او بصوا بقى، بصوا يا ولاد الجزء ده اهي، ادي الاوربيتال بورشن اهي. بص ادي الاوربيتال بورشن اهي، بري ايه؟ بري تارسال وبري سيبتال. وده مين؟ ده الاوربيتال بورشن اهو، الاوربيتال بورشن لف 360 درجه، ده البالبيبرال بورشن عباره عن بري تارسل وبري سيبتال. اللي على الحرف قوي هنا اسمها المسل اوف ريولان، اللي على الحرف خالص اسمها البارس مارجيناليس دي، او يقولوا عليها المسل اوف ريولان. تمام؟ اهي بص اهي، ادي المسل اوف ريولان ودي تبقى البري تارسل ودي البري ايه؟ بري سيبتال. طالعين كلهم هم الميديا البلبيبرال ليجمنت زي ما انت شايف. ذا مارجنال فايبرز اوف ريولان بقى كلب دي بقى كيب ذا ليد مارجنز كلوزلي اوبوزد تو ذا جلوب، خدت بالك؟ ات اول اتس موفمنتس. لاحظ ان الليد بتاعنا طالع نازل على ايه؟ على الجلوب، زي ما يكون لازق فيه. الاستك اللي مخليه راجع لورا باستمرار لازق في سطح العين بتاعنا هي المسل اوف ايه؟ ريولان. ودي بقى اللي تملي يحصل فيها سبازم اللي بنسميه بليفروسبازم. فاكر الكورنيال ألسر؟ فوتوفوبيا وريفلكس لاكريميشن وبليفروسبازم، كانت قصيده كده عندنا في سنه. فوتوفوبيا وريفلكس لاكريميشن وبليفروسبازم. وفعلا يجي لك العيان عنده كورنيال ألسر، تيجي تفحصه قول له افتح عينك، يقول لك افتحها انت، انا مش قادر يا عم بطل حزق، يقول لك لا انا مش بحزق، هي اللي قفلت كده، قفشت لوحدها كده. This is spasm في المصل اوف ايه؟ ريولان. هو ده بيبقى سبازم في المصل اوف ريولان. البالبيبرال بارت بقى بتاعنا خلي بالك بقى، اللي هو البري تارسل والبري سيبتال بارت، ده مسؤول عن الجنتل كلوجر اوف ذا ليد اللي هي البلينكينج اند سليب. تمام؟ اهي كمان اكسباندنج اوف ذا ساك من الديب اورج بتاعنا، فاكر انت قلت لكم الهورنر ليها في الهورنر ماسل اهي اللي ورا البكلاريس اوكيولاي من ورا اهي، ادي الماسل اوف هورنر بتشتغل، اللي هي الهورنرز ماسل دي بتشتغل على الساك اللي هي الايه؟ التير درينج سيستم. تمام؟ وبعدين لما كمان بتعمل بقى الكونتراكشن ده، لما بتعمل الكونتراكشن ده بتعمل ناروينج للاكريمال امبولا اللي هي في الكاناليكيوس. انت عارف الكاناليكيوس ليه جزء فيرتيكال وجزء هوريزونتال، في النص في حته صغيره زي كوع كده دي بيسموها الامبولا دي، فبتعمل ناروينج في منطقه الامبولا دي، وكمان شورتنينج الكاناليكيوس، فده بيهلب ايه؟ درينج. ده بيهلب درينج. الاوربيتال بارت بيشتغل امتى؟ ها فرصه شاتنج جو. انا فاكر لما قلت لك كل حاجه زر على عينك، اقفل عينك جامد، تلاقي البراو نزل لتحت والشيك طلعت لفوق والزيجوماتيك سكان جه على الناحيه دي اهي، ريتراكشن اوف ذا جلوب، بول ذا لاكريمال دافرام لاترالي واكسباندنج كمان ذا ساك.